أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص باحتفالات مملكة البحرين بالذكرى 17 لميثاق العمل الوطني. ففي مثل هذا اليوم من عام 2001 قال البحرينيون بصوت عال نعم للميثاق، نعم للإصلاح، ونعم للمسيرة الوطنية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نعم لمبادئ المساواة والعدالة والإصلاح والتغيير في البحرين الدولة العربية المسلمة. مشاهدينا، يشتمل ميثاق العمل الوطني على 7 فصول. يتعلق الفصل الأول بالمجتمع والحقوق الوطنية والمدنية، أما الفصل الثاني فيتناول شكل الدولة والنظام السياسي، بينما يتحدث الفصل الثالث عن الأسس الاقتصادية. أما الفصل الرابع فأكد أن الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد، وأن الانتماء إلى أجهزة الأمن الوطني واجب وشرف لكل مواطن، فيما تحدث الفصل الخامس عن تطوير الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية من خلال وجود مجلسين. أما الفصل السادس فكان يتعلق بالعلاقات الخليجية وتحديد ثوابت السياسة الخارجية تجاه الأشقاء، فيما جاء في الفصل السابع تحديد شكل العلاقات الخارجية للدولة انطلاقاً من انتماءاتها العروبية. مشاهدينا، في هذا البرنامج نتوقف عند 4 محاور رئيسية جاءت في وثيقة الميثاق، وهي أولاً شكل الدولة والعلاقة بين السلطات، وكيف أن الميثاق فتح الباب لتطوير الممارسة الديمقراطية لكي لا تقف عند حدود معينة، طالما أن هناك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية. ثانياً، الأسس الاقتصادية للدولة والمجتمع، وكيف أن الميثاق أقر مبادئ الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة والعدالة الاقتصادية وتنوع النشاط الاقتصادي والعمالة والتدريب. ثالثاً، الحريات ونشاط المجتمع المدني، وكيف تعززت في ظل الميثاق سيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة وضمان حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر ونشاط المجتمع المدني. رابعاً، المساواة والعدالة وحقوق المرأة، وكيف تمت في عهد الميثاق كفالة الحريات الشخصية والمساواة والتأكيد على أن الأسرة هي أساس المجتمع. في الجزء الأول من هذا البرنامج نتوقف عند شكل الدولة والعلاقة بين السلطات، إذ فتح ميثاق العمل الوطني الباب لتطوير الممارسة الديمقراطية لكي لا تقف عند حدود معينة. فتح الميثاق مرحلة جديدة ومتطورة من الحياة السياسية والاجتماعية أمام جميع البحرينيين من خلال ما رسمه من ثوابت هي اليوم خلاصة ما يجمع عليه البحرينيون. وأسهم الميثاق في تطوير الوعي السياسي للمواطنين وأوجد خطوط الالتزام بالنظام الدستوري المتوازن كأساس للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يفرضه من التزامات على الجميع. ساهم الميثاق في تعزيز الهوية الوطنية وتجاوزت البلاد كافة التحديات عبر مشاركة أبنائها في صنع القرار الوطني من خلال الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية، حتى بات المواطن يؤمن بأن المؤسسات الوطنية هي طريق الإصلاح والتطوير والسلام والمستقبل الآمن لهذا الوطن. وفي هذا الجزء يسرني أن أستضيف دكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني ما هو أبرز ثمار هذا الميثاق، ميثاق العمل الوطني؟ أعتقد أنه يعني الأبرز هو مستوى الحريات الذي أطلقه جلالة الملك المفدى بمجرد إقرار ميثاق العمل الوطني. وأريد أن أشير هنا إلى أن نحن في السابق كنا دائما نقول أنه هناك يعني قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، أول خطوة اتخذها المقام السامي جلالة الملك المفدى بإلغاء أصدار مرسومين بإلغاء جهاز قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، وبالتالي هذا مؤشر على سعة الحريات التي أطلقت. لذلك أبرز شيء هو الحريات ومن ثم الحقوق. طيب حدثني أكثر عن المجلسين وعن العمل البرلماني والانتخابي ومجلس الشورى وكل هذه الأحداث التي كنا نفتقدها نوعا ما في السابق.
أعتقد هذه أيضا من النقاط التي ينبغي التركيز عليها. قبل الميثاق العمل الوطني كان هناك حديث عن نظام سياسي، لكن النظام السياسي كان نظام يعني يسمى في العلوم السياسية نظام إدارة، نظام حكم. الآن احنا عندنا نظام سياسي بمعنى في تعددية في السلطة التشريعية في مجلسين، وبالتالي نظام المجلسين يسمح بتداول الآراء أكثر وممارسة التشريع وممارسة الرقابة بقدر واسع جدا. هناك محكمة دستورية، وبالتالي يعني ضمن الترتيب النظام السياسي هناك بالإضافة للقضاء هناك نظام المحكمة الدستورية التي يمكن أن تنظر في أي موضوع دستوري. عدا عن ذلك هناك نظام قضاء، وتأسس نظام القضاء بشكل مختلف تماما عما سبق، صار في 3 مستويات، وصار في أيضا محكمة تمييز، وبالإضافة إليه هناك المجلس الأعلى للقضاء. صار في أيضا يعني حركة مستمرة في المجتمع السياسي، وبالتالي كان في جمعيات سياسية. عدا عن ذلك جلالة الملك المفدى ينظر أيضا أبعد من هذا، وينظر إلى الحاجة لتدريب المواطنين على ممارسة العمل السياسي، وبالتالي أنشأ بأمر ملكي معهد التنمية، معهد البحرين للتنمية السياسية. أهمية هذا المعهد أنه يدرب البحرينيين سواء كانوا في المجال الرسمي أو في النطاق الاجتماعي المجتمعي على ممارسة العمل السياسي، وبالتالي عقلنة الأداء. وهذه مسألة مهمة جدا، كلها تحولنا من نظام حكم إلى نظام سياسي متقدم يقوم على نظام المجلسين، وبالتالي الحقيقة خطوة جبارة جدا، وهو خطوة تاريخية تحسب لجلالة الملك والقيادة السياسية. نعم، إذن نحن في البحرين نعيش حياة ديمقراطية، كيف تتلمس هذه الحياة الديمقراطية وما هي واجبات المواطن تجاه الوطن؟ أول مسألة يجب أن نتلمسها أنه اليوم ليس هناك قيد على ممارسة العمل السياسي، بالعكس العمل السياسي منظم بالقانون، وبالتالي العمل السياسي العلني السلمي يحكمه القانون. وهذه مسألة جوهرية ومهمة أنه الناس تنتبه لها لتعرف أنه ما يسمح به القانون واسع جدا، من الممكن جدا أن تعبر عن رأيك، من الممكن جدا أن تتحدث في قضايا سياسية لم كانت سابقا، حتى بعض الأفكار ليست اليوم تستطيع أن تتحدث من أقصى اليمين لأقصى اليسار، تستطيع أن تتحدث ما لم تدعو إلى العنف وما لم تدعو إلى يعني تغيير قسري وبالقوة للنظم والدستور، فأنت متاح لك أن تناقش حتى الدستور نفسه، وأنا من ناقش الدستور وتحدث في الدستور، لكن بشكل منطقي. يعني النظام الدستوري يعني لطالما يعني أشرنا لأن النظام الدستوري في البحرين متوازن، هل لنا أن نفهم هذا المصطلح أكثر؟ التعبير صحيح. ما هو التوازن؟ هو التوازن بين السلطات نفسها، ليست هناك سلطة اليوم رأيها يجبر السلطات الأخرى على الانصياع أو العمل بما تراه سلطة معينة. اليوم لدينا في الدستور الفصل بين السلطات مع تعاونها، وبالتالي السلطة التشريعية تناقش كل القضايا التشريعية، والسلطة التنفيذية تنفذ القوانين، والسلطة القضائية هي الحكم فيما يتعلق بالتطبيق. وبالتالي إذا كان حدث أنه طبعا المشرع يستطيع أن أحيانا يقال أنه هناك الاستبداد التشريعي، لكن طبعا الحمد لله عندنا في موازنه حتى بين المجلسين في السلطه التشريعيه، وبالتالي لم يحدث ابدا انه هناك استبداد تشريعي، وهو تعبير مستخدم في العلوم السياسيه وفي الفقه الدستوري، لكن لم يحدث في البحرين لان في نظام المجلسين وهناك نظام في التشريع يوازن هذه المساله، وبالتالي لم تاتي اي سلطه لتفرض على سلطه اخرى اي شيء من آرائها، وبالتالي هذا هو التوازن، توازن في الحكم وتوازن في اتخاذ القرارات التشريعية والقرارات التنفيذية، وبالتالي القرارات التنفيذية محكومة بالقوانين وأيضا تحت رقابة القضاء، وهناك المحكمة الدستورية التي يمكن أن تبت في أي اختلاف في هذا الموضوع. نعم دكتور، كانت هناك العديد من التعديلات التشريعية والدستورية التي شكلت مفاصل في حياتنا الديمقراطية داخل مملكة البحرين، هل لك أن تفرد لي مساحة عن هذا الموضوع؟ نعم، نحن في عام 2012 أجرى باقتراح ملكي، باقتراح من جلالة الملك، زيادة السلطات البرلمانية للمجلس المنتخب. المجلس المنتخب عادة هو الذي يمثل الإرادة الشعبية، لكن أحيانا قد يكون هناك بعض الآراء التي يعني تعطي مساحة أكبر، فأصبح اليوم أولا أن الحكومة تقدم برنامجها الحكومي، برنامج الحكومة لإقراره من قبل المجلس المنتخب
المجلس المعين، المجلس الشورى يتدخل فقط في التشريع، لكن في برنامج الحكومة العلاقة بين الحكومة فقط وبين مجلس النواب، وبالتالي نحن الكل ينتظر إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة بحيث يضفي عليها المشروعية القانونية. هذه نقطة حتما لم تكن موجودة، هذا يدل على أن على سعة صدر جلالة الملك ورؤية الاستراتيجية وقبوله بكل شيء منطقي يوسع الحريات ويزيد من أداء التحسين وجودة العمل السياسي في البحرين، وأيضا تعزيز التوازن داخل النظام السياسي البحريني، وبالتالي صار من حق النواب أن يصدقوا أو أن يوافقوا على تشكيل الحكومة من خلال الموافقة على برنامجها لمدة 4 سنوات، وأعتقد هذه خطوة كانت موفقة تماما من جلالة الملك، وأيضا توسع من إطار العمل البرلماني والنظام البرلماني في البحرين. يعني نحن في البحرين معروف عنا أننا بلد يعني التعدد وبلد الطوائف المختلفة، نعيش دائما في سلام وأمن، كيف ساهم هذا في إفراد العملية الديمقراطية داخل مملكة البحرين؟ أولا في الحقيقة يعني يجب القول بأن البحرين منذ تاريخها من 1783 عرفنا التاريخ، البحرين دولة مدنية، لم يكن هناك أي تمييز على أسس طائفية أو عرقية أو دينية. يعني عندنا العديد من الإخوان المسيحيين يمارسون حقوقهم، لدينا فئة مجموعة من المواطنين اليهود أيضا عندهم حقوقهم، العديد حتى ممن يقيمون بين ظهرانينا يمارسون حرياتهم الدينية بشكل كامل دون أي تدخل من الدولة ودون قيود، في حين في بعض الدول مثلا الأخرى لا يمنع، لا يسمح لفئة معينة بأن تبني كنيستها أو تبني كنا. يعني البحرين إذن، لكن دستورنا هو دستور يعني متسع ودستور مدني بكل معنى الكلمة، يعني وسلوك الدولة الحقيقة سلوك مدني. لم نسمع مثلا في التاريخ كله في البحرين أن أحد يعني نفذت عليه بعض الحدود الإسلامية وتم قطع يده لأنها سرق مثلا، احنا في سجن ممكن يعاقب عليه بالسجن، لكن لا تصل الأمور إلى حد يعني إيذاء جسم الإنسان، وبالتالي قانوننا ومدنية الدولة مشهود لها الحقيقة منذ الأزل. أنا شكرا لك حضورك معي في الاستديو دكتور عبد العزيز، دائما مسرور بالوجود. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.